السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم في اللوحة البسيطة دي؟ وهي عبارة عن دائرة إلكترونية بسيطة جدا لقياس مستوى شحن البطاريات، وطبعا مش محتاج اقول لكم استخداماتها ايه، زي الطاقة الشمسية او حتى بطارية عربيتك. وهي بتشتغل عن طريق قياس فولت البطارية اللي بتقدر تحسب من خلاله نسبة الشحن. اهلا بيكم، معاكم محمد احمد من قناة فيكراس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا إشعار بكل جديد، وكمان ما تنسوش تشاركوا الفيديو بين أصدقائكم، يمكن تكونوا سبب في توصيل المعلومة لحد محتاجها. نبدأ على بركة الله. اللوحة بتوصلك بالشكل ده، وطبعا أول تصميم ليك عبارة عن 10 لوحات تمنه 2 دولار أيا كان اللون بتاعه، وده عرض من موقع JLCB، وطبعا ده التصميم اللي هنشتغل به النهاردة. الباتر ليفل بتفتح التصميم بتاعك بكل سهولة، هو عبارة عن 10 لوحات، كل لوحة فيها 8 تصميمات للوحة الباتر ليفل اللي معانا، وحجمها صغير جدا، ويبقى معاك 80 لوحة. تصميم اللوحة هيكون موجود أسفل الفيديو، تقدر تحمله وتشتريه من موقع JLCB أو تنفذه بمعرفتك، وبتفصله طبعا بكل سهولة بالشكل ده، ومخلية باستخدام صنفرة بسيطة تقدر تهذب الأطراف أو تشيل السنون اللي موجودة في الأطراف دي. قبل ما نبدأ، تذكير بسيط بطريقة الشراء من موقع JLCB. طبعا انت بتسجل في الموقع وبعد كده بتضغط هنا وأد جربر، بعد كده بترفع الملف الخاص بيك، ملف الجربر الخاص بيك تمام بالشكل ده، وبتنتظر. بعد كده بيظهر ليك، تقدر طبعا تراجع الملف بتاعك من هنا انك بتشوف الصورة بتاعته بحجم اوضح، تحملها وتكبرها، وبعد كده سيف تو كارد. بعد ما تخلص رفع التصميم الخاصة بيك، وبعد كده تشيك اوت، وبتسجل بياناتك الخاصة بالشحن، وبتحدد طريقة الدفع المناسبة ليك عشان توصلك في اقرب وقت ان شاء الله. اللي ظهر امامكم دي هي القطع الالكترونية اللي هنستخدمها في فيديو النهاردة. هيظهر عليها الوقت كل قطع الكترونية الاسم بتاعها، وهي عبارة عن IC LM 3914، وطبعا LED ليفل وسويتش عشان نقدر نتحكم فيه في الطريقة اللي احنا حابين نشتغل بيها، وطبعا PCB بورت وضيود يستحسن يكون 2 امبير، ومقاومة متغيرة 10 كيلو 25 لفة، ومعانا مقاومة ثابتة 4.7 كيلو اوم، ومقاومة 18 كيلو اوم، ومقاومة 56 كيلو اوم، تقدر توقف السرعة وتجمع مكوناتك. وطبعا زي ما عودناكم بيكون مطبوع على اللوحة الإلكترونية كل المكونات بتاعتنا أو أسماء المكونات بتاعتنا أو اتجاه تركيب المكونات بتاعتنا، زي ما وضحنا في الدرس اللي فات اللي عملنا فيه الباتر ليفل اللي ظهر أمام حضراتكم، الـ R1 والـ R2 والـ R3. وده طبعا المقاومة المتغيرة لـ 10 كيلو، بنعرف ازاي قيمة المقاومة لـ 10 كيلو، بيبقى مكتوب عليها 10 وجنبها 3 زي المقاومات SMD بالظبط. التلاتة دي بترمز لتلات أصفار، يعني احنا معانا 10 وجنبها 3 أصفار، يبقى معانا 10000 أوم. ونبدأ تجميع المكونات الإلكترونية بتاعتنا. وهنا لازم نخلي بالنا من اتجاه الديود، الشريط الرمادي او الرصاصي في الديود بيكون في اتجاه الخط الابيض على اللوحة. وده الـ LED ليفل اللي هيوضح لنا مستوى شحن البطارية. الاتجاه اللي موجود فيه كتابة ده بيكون هو الاتجاه السالب، كل الاطراف طبعا بتكون سالب، والاتجاه اللي مفيش مكتوب فيه حاجة بيكون هو الاتجاه الموجب. والاتجاه الموجب معانا في بوردة البي سي بي اللي هو واخد كله خط واحد، انا نسيت ان اكتبه، بس ان شاء الله في التصميم هيكون مكتوب عليه، التصميم اللي هسيبه لكم اسفل الفيديو. بنركبه بالشكل ده طبعا، الاتجاه الموجب مع الموجب، والسالب في الاتجاه اللي بياخد الاشارة بتاعته من الاي سي عشان يبدأ يبين لنا مستوى شحن البطارية، ونجيب الحامل بتاعنا ونركب عليه ونكمل الحملات. وطبعا بعد ما نخلص لحم الاطراف ما ننساش نقص الاطوال الزياده باستخدام قصافه او باستخدام مقص او باستخدام اي وسيله متاحه ليك. وكده فاضل معانا الاي سي LM 3914 والمقاومه ال 10 كيلو
هنبدأ نركبها مع بعض في أي اتجاه، طبعا مش هيفرق معاك عكس الاتجاه بتاعها، ونلحم أطرافها. وطبعا نشيل الأطوال الزيادة. فاضل معانا الاي سي بس، تمام. واتجاه التركيب بتاعه زي ما موضح على اللوحة بنركبه في نفس الاتجاه العلامه اللي موجوده على الاي سي، وزي ما وضحنا الاي سي هو ال ام 3914 ان، وبنركبه بالشكل ده. وطبعا احنا ركبنا في الاتجاه التاني ال اي دي ليفل، فمش هنعرف نلحم الاطراف اللي تحت ال اي دي ليفل من الاتجاه التاني، فهنلحمها من الاتجاه بتاعها بالشكل اللي هتشوفوه ده زي كده. عشان كده انا اخترت البنات بتاعتي تكون بالشكل ده، مش البنات الاعتيادية اللي هي المدورة، واخترتها بالشكل البيضاوي ده عشان اقدر الحم فيها بالشكل ده بسهولة. ونكمل لحام الاطراف التانية من الاتجاه التاني. وكده فاضل معانا بس ان احنا نعمل اطراف الفيوز او الصهير. زي ما واضح امامكم احنا لسه محصلناش فيوز اس ام دي، فهستخدم طبعا تشعير عادية باستخدام سلك نحاس شعر رفيع جدا، موجود في اي سلك نحاس موجود عندك هستخدمها بالشكل ده. طبعا مهمة جدا هنا ان احنا هنا عاملين دايرة الحماية من عكس الاقطاب، في وضع البطارية لما هتعكس لو عكست الاقطاب الموجب والسالب على البطارية هتلاقي انفجار في الدايرة، وهتلاقي الدايرة من غير الحماية دي هتلاقي الدايرة كلها باظت. باستخدام الفيوز مع الديود لو عكست الاطراف الديود بيعمل قفلة على الصهير ده او على الفيوز ده، وصل الفيوز بيتقطع معانا ومبيحصلش حاجه للدايره بتاعتنا، بترجع الفرده بتاعتك او التشهيره بتاعتك دي بترجعها تاني وبتشتغل معاك تمام، واصبحت الدايره بتاعتنا بالشكل ده، دايره بسيطه جدا تقدر من خلالها تعرف مستوى شحن البطاريات. فاضل معانا بس نوصل الاطراف اللي هنشتغل بيها. انا فضلت الاطراف دي بالنسبه للدايره الخاصه بيها، تمام، بحيث ان انا اقدر اوصلها بسهوله في البطاريه، او اقدر اوصلها بسهوله في الاطراف اللي انا حابب اقيس الشحن بتاع البطارية بتاعتها من خلالها، هيكون سهل معايا. طبعا تقدر تستخدم الأطراف أو السلوك اللي انت حاببها زي ما تحب، والأسهل ليك طبعا تقدر تستخدمه. أنا هنا وصلت الدايرة بتاعتنا على الدايرة الخاصة بشحن البطاريات اللي هنحدد من خلالها الفولت عشان نبدأ نعمل محاكاة لبطارية. طبعا مش هنجيب بطارية ونحمل عليها وننتظر البطارية لما تفرغ معانا أو تفضى معانا، لازم نوضح لكم، تمام. ووصلت معاها أفوميتر عشان أوضح الفولت اللي موجود معانا، وهنوضح دلوقتي من خلال ان انا هخفض الفولت وهعدل الفولت من خلال دايرة الشحن بتاعتنا الاربعة امبير وضحناها. الرابط بتاع الدايرة بتاعتنا اللي جمعناها فيه هيظهر امامكم دلوقتي على الشاشة، وهنغير الفولت. وزي ما واضح امامكم لما وصلت ل14 فولت ادتني كل اللمبات، يعني معنى كده ان البطارية بتبقى فل. لما توصل البطارية ل14 فولت بتبقى فل، ولما البطارية تنزل معانا لغاية 10 فولت هتبقى البطارية كده لو عند ال10 فولت هيفصل معايا كل اللمبات. لو رفعنا الفولت تاني هتبدأ تنور معانا العشر لمبات بالترتيب زي ما واضح أمامكم، محاكاة لشحن البطارية. لما البطارية طبعا بتتشحن بتبدأ الفولت يترفع فيها لغاية لما بيوصل لفولت الشحن الماكس بتاع البطارية اللي هو مثلا كان المحاكاة بتاعتنا 14 فولت. تقدر طبعا تتحكم في مستوى شحن البطارية، مثلا أنا الماكس بتاع البطارية بتاعتي هيكون 13.3 من خلال المقاومة المتغيرة كده، ببدأ ألف لغاية لما بوصل لفولت الماكس بتاعي. أنا بشحن البطارية بتاعتي على الماكس وبلف المقاومة المتغيرة لغاية لما بتديني كل اللمبات، فأنا بتديني كل اللمبات كده هيديني طبعا الليفل أو المستوى الخاص بالبطارية بتاعتي. لما أخفض الفولت هبدأ أخفض الفولت طبعا، وفي رينج معين يعني كده هتقل معانا عن 10 فولت. لما تكون البطارية 13.3 فولت هيقل معايا عن 10 فولت في الشرطة الأخرانية في الليفل اللي معانا. وكده أنا انتهيت من فيديو اليوم، ومنتظر تجاربكم طبعا اللي تقدر تبعتها لي على رقم اللي ظهر أمامكم على الشاشة ده، رقم الواتس الخاص بيا، عشان أنشرها طبعا على القناة باسمكم علشان نقدر نحفز غيركم في إن هو ينفذ التجربة ويعرف إن هو يقدر يصنعها بنفسه. وفي النهاية تذكير الخير، إيه عملت طيب اليوم؟ ساعدت محتاج؟ زرت مريض؟ وصلت رحمك؟ أو حتى سامحت حد كان بينك وبين خصومة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.